أفلام ومسلسلات، نقاشات وأخبار توصف بأنها جريئة، كلمة تتكرر كثيراً في أيامنا هذه. لكن ما تعريف مصطلح الجرأة هنا؟ أم نعني بها جرأة هذه الأيام والتي لا تولي اهتماماً إلا لجسد المرأة والعلاقات المحرمة والشذوذ؟ صرنا في الوقت الحالي نخلط بين الجرأة وقلة الأدب ونضعها في ذات القالب وفي نفس الاستخدام، ليكون الشخص جريئاً عندما ينشر أفكاراً شاذة وكريهة ويضرب بعرض الحائط كل الآداب والقيم. أما من يقف بوجهه ويبين زيف أفكاره فهو شخص متخلف ورجعي. لكن كيف يمكن أن يكون التخلف دفاعاً عن الاستقامة والفطرة البشرية السليمة؟ لابد أنك لاحظت الإعلام العربي وهو يحاول تقليد البرامج الأجنبية المنفلتة وحشرها في مجتمعاتنا التي لا تنسجم معها. أما الأسئلة فهي لا تتحدث إلا عن أمور سطحية يمكن اختزالها بجسد المرأة وطريقة اللبس وبعض الشتائم المبطنة وكل ما يمس الحياة العام. لكل شيء في الحياة حدود، ومن دونها ستعم الفوضى والرذيلة، والجرأة بالتأكيد محددة بضوابط إنسانية وأخلاقية. فالمعنى الحقيقي لها هو أن يكون الشخص صادقاً مع ذاته وغيره، مقداماً لفعل الصحيح رغماً عن كل الأخطاء الموجودة حولنا. وهي الشجاعة الهادفة التي لا تضر الشخص بعينه أو الآخرين من حوله. نعيش الآن في زمن يحترم المزيفين، ومنهم الدعوة الجرأة، وهم من سخروا كل جهدهم ووقتهم لهدم ما بقي من حياء ووقار، بينما تتساقط آخر الخطوط الدفاعية عن الآداب العامة يوماً بعد يوم في جرأة حقيقية تتلقى الضربات من كل ناحية. فإلى أي جرأة تنتمي أنت؟